كيف يمكننا تعريف متغيرات تشترك في صفات معينة؟ ما هو الكلاس؟ وكيف يمكننا استنساخ مجسمات منه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في سلسلة دروس تعلم البرمجة للمبتدئين كليا بواسطة السي شارب. بسم الله الرحمن الرحيم، درسنا اليوم عن الفئات. طبعا هناك فكرة أود إيصالها، يعني نلاحظها أيضا في الدروس القادمة. في بعض الكلمات أو المصطلحات الإنجليزية إن عربتها سيكون هناك في مشكلة في فهمها أو تفتقد المهمة الأساسية لها. الفئات يعني هو المصطلح الذي وجدته دارجا في الدروس والمعرف على الويكيبيديا نفسها. فالكلاسز هو بمجمله أو بتعريفه هو عبارة عن، نستطيع أن نقول أنه عبارة عن نوع جديد يحتوي على ميزات غير موجودة في الأنواع التقليدية أو العادية. تكلمنا ورأينا في الدروس السابقة أنه مر معنا كثيرا من الكلاسات، يعني مر معنا الكونسول كلاس واستطعنا أن نستخدم منه دوال مثل الريد والرايت والكلير لكي نقوم بتنظيف الكونسول. وأيضا تعاملنا مع في الدروس السابقة تعاملنا مع الكلمة new، ووقتها يعني تكلمنا أنه سنحاول قدر الإمكان أن نفصلها لاحقا. الكلاس وهو أهم شيء موجود في البرمجة الكائنية التوجه اللي هي OOP، يعني الحقيقة تحتاج إلى شروحات كثيرة، ولكن نحن في هذا الدرس السريع سنحاول أن نقوم بتلخيصها أو بتعريف موجز عنها لكي نتمكن أو نعرف كيف يمكننا استخدامها في مشاريعنا، لأنها هي الأساس في أي مشروع كبير. الاستخدام الكلاسز والعملية الاستنساخ وعملية العناصر الموجودة من الكلاس هذا شيء أساسي في أي تطبيق لاحق إن شاء الله. طيب نبدأ كما تعلمنا في كل الدروس السابقة لمشروع جديد، File New Project. سأقوم هنا بالتأكد من اختيار Visual C Sharp ومن القائمة أنواع المشاريع Console Application. بعدها هنا تحت في الأسفل سأقوم بتغيير اسم المشروع إلى Simple Classes، وأقوم بالضغط على زر OK ليبدأ البرنامج بتحميل المكان الذي سوف أقوم بكتابة الأسطر البرمجية عليه. طبعا تكلمنا كثيرا، ومن باب التأكيد تكلمنا أن الدالة Void Main هي الدالة الرئيسية التي يبدأ بها البرنامج بتنفيذ أسطره البرمجية. أيضا سنتعرف إن شاء الله في المستقبل كيف يمكننا تغييرها، يعني ليس شرطا أن تكون هي هذه الدالة الأساسية، يمكننا استدعاء دالة أخرى، ولكن نستمر في الدوال أو نستمر في سير عملية البرنامج. طبعا الحقيقة أن الكلاس يحيط كما تحدثت سابقا يحيط بنا في كل تطبيق. من أول تطبيق بدأنا به وجدنا أنه، لاحظوا أنه كان من أول تطبيق كان موجود عندي الكلاس، ولكننا لم نعره انتباها لأنه يحتاج تقديمات ويحتاج أولا معرفة الأساسيات للوصول إليه. طبعا فكرة الكلاس وفكرة أن تقوم بإضافة ميزات أو إضافة خصائص معينة للأوبجيكت كالتالي، خلينا نحن نوضحها بمفهوم بسيط جدا. إن أردت أن تقوم بعمل، نفترض أنه كان عندك برنامج وطلب منك أن تقوم بعمل إحصاء لأنواع مثلا سيارات معينة. نفترض أنه كان عندك محل يحتوي على سيارات وتريد أن تبيع السيارات، ولنفترض أنه هناك كل سيارة لها مواصفات معينة. فلو مثلا طلبت منك من بداية بمعرفتك البرمجية من خلال الدروس الماضية أن طلبت منك أن تقوم بعمل هذا، ستقول مثلا أن عندي هذه السيارة الأولى. لاحظ أن هنا مثلا قمت بتعريف ثلاث متغيرات. المتغير الأول هو السيارة الأولى ما هي المصنع أو الذي قام بصنعها، السيارة الثانية ما هو موديلها، أو نفس السيارة الأولى ما هو موديلها، وفي أي عام كانت موجودة هي. لذلك لاحظوا أن هذه الثلاث متغيرات ستكون عبارة عن متغيرات خاصة في السيارة الأولى،
ولكن أنا عندي مثلا في المكان أو في المكتب لا يوجد فقط سيارة واحدة، هناك أكثر من سيارة. طيب إذا أردت أن أقوم بعمل أو بإضافة سيارة أخرى، ما الذي سوف أقوم بإضافته؟ كالتالي نفس العملية تماما، سأقوم بإضافة ثلاث متغيرات جديدة وأضع بها، أسميها هنا السيارة الثانية ما هو المنشأ تبعها، السيارة الثانية ما هو موديلها، والسيارة الثانية ما هو سنة صنعها، وهكذا. نفس الشيء إذا طلبت منك نوع أو إضافة سيارة ثالثة، لاحظ أنني هنا أنا أقوم بعملية تعريف متغيرات كثيرة، يعني في كل مرة أنا هنا أقوم بعملية إضافة متغير متغير متغير، وأنا كمبرمج أحفظهم، لأنه أنا مثلا هنا قلت له أنه هذه السيارة الأولى، يعني كار 1، وهنا السيارة الأولى، يعني هذا أو هذه الشيء الموجود بعد الرقم واحد هو تابع للسيارة الواحدة، يعني هذه كلها تابعة لكيان واحد. طيب نفترض أني قمت بعملي هذا وضفت، يعني وضعت القيم وكل شيء تمام، لا يوجد عندي أي مشكلة، طبعت قيم السيارة الأولى وطبعت قيم السيارة الثانية وهكذا، ولكن نفترض أني مثلا دخلت، يعني قمت بإدخال، لنفترض أني قمت بإدخال عملية أو إضافة مثلا 50 سيارة، وبعدها وجدت أنه يلزمني أن أضيف نوع جديد، أو يلزمني أن أضيف خاصية جديدة لم أكن منتبها لها في البداية. فمثلا لازمني أن أقوم بعملية إضافة الكلر، فمثلا هنا أقوم مباشرة بتعريف متغير نصي وأكتب هنا السيارة الأولى كلر، وإذا أردت أن أقوم بعملية إضافتها للسيارة الثانية سأضطر أن أقوم بعملية متغير جديد وهنا أضعها 2 وهكذا. ولكن هذه الطريقة تقليدية وهي قاتلة ومضيعة للوقت. إن قمت بعمل هذا الشيء لربما يعني تحصل على المراد من البرنامج تبعك، ولكن إنها هاي الطريقة ليست طريقة efficient، يعني ليست طريقة عملية. لذلك جاء عندنا مفهوم هنا، مفهوم الكلاسز، ألا وهو كيفية بناء فئة معينة تحتوي على خصائص مشتركة ويمكن عمل نسخ كثيرة منها. يعني بإمكانك أن تقول أنها عبارة مثلا عن، نعطي مثال لكي يكون أوضح، لنفترض أن الكلاس هو عبارة عن قطاعة الكعك. قطاعة الكعك هي شكلها هي قطعة صغيرة من مثلا ألمنيوم، وأنت مثلا تفرد الكعكة أو العجينة قبل الخبز، وتقوم بأخذ هذه القطعة وتضعها على ماذا؟ على العجينة، فيخرج معك أشكال، يخرج مثلا معك الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث. هذه القطاعة أنت لا تستطيع أن تأكلها، يعني نفس القطاعة هذه قطاعة الكعك أنت لا تستطيع أن تعامل معها ولا تستطيع أن تأكلها. أنت ما الذي تريده؟ أنت تريد القطع الموجودة في أو التي قمت بقطعها باستخدام هذه الأداة. إذن لكي نقوم بكتابة الكلاس تبعنا، سنقوم أولا بحذف هذه الأسطر التي لا نريدها في التطبيق تبعنا، وننتقل مباشرة إلى المنطقة. لاحظوا أين يجب أن يكتب الكلاس. الكلاس لا يمكن أن أقوم بكتابته هنا داخل الكلاس، لاحظ أن هذا كله كاملا اسمه الكلاس بروجرام، ولكن أنا أريد أن أقوم بتعريف كلاس جديد، والمكان الذي يجب أن أقوم بكتابته هو في منطقة موازية لهذا الكلاس. إذن لا يمكنني أن أقوم بكتابته هنا، لا يجوز، يجب أن أقوم بكتابته في منطقة موازية للكلاس الرئيسي، وهو طبعا في داخل النيم سبيس الذي قمت بتعريفه من البداية. إذن الآن سأقوم بكتابة كلاس سريع، سأقوم بكتابته، يمكنكم اللحاق بي بعد الانتهاء منه أو إيقاف الفيديو لكي تقوموا بمتابعة مباشرة. طيب لاحظوا الآن أني حاليا أقوم ب طبعا وقفت هنا لكي أعطيكم ميزة موجودة في برنامج الفيجوال ستوديو، هي جيدة جدا يعني وجميلة. يعني لاحظوا أنني هنا قمت بكتابة هذه البروبرتي اللي هي نوع أو خاصية موجودة في هذا الكلاس.
أنا ممكن أن أقوم بعملية نسخها، ولكن هناك من باب التسريع هناك بإمكانك أن تستخدم الكويك أكشن الذي تحدثنا عنه سابقا. مثلا هنا بإمكانك أن تقوم بعملية كتابة بروب اختصار لبروبرتي، ثم تقوم بعمل تاب مرتين، فتجد أنه قام مباشرة بعملية إضافة الشكل الكامل للتاب. تحدثنا وتعرفنا عليها سابقا في درس الفور لوب، كيف أنه بإمكاننا أن نقوم كتابة فور مباشرة، أن نقوم بالضغط على تاب ليقوم ببناء الهيكل الخاص للفور. إذن لاحظ هنا أنني أنا من خلال التاب أنا بإمكاني أن أنتقل بين الأماكن الصفراء التي تحتاجها. طبعا انتجر ليس شرطا أن يكون انتجر، فمثلا أنا عندي هنا النوع الثاني أو الخاصية الثانية الموجودة في السيارة هي من النوع string ألا وهي الموديل، فلذلك هنا أقوم بعملية بكتابة string ومباشر أقوم بالضغط على تاب لأنتقل إلى البروبرتي الموجودة عندي هنا. أنا لا أريدها my property، أريد أن أضعها هنا موديل، وحين الانتهاء نقوم بعمل enter. إذن بإمكانكم استخدام هذه الميزة لأنها سريعة. طبعا لاحظوا أنها كبداية يمكن أن تكون تأخذ وقتا لكي تتعودوا عليه، ولكن لاحقا أنا متأكد أنها ستكون شيء أساسي تقوموا باستخدامه. إذن نكمل. تمام، هكذا أنا قمت حاليا بتعريف الكلاس. بهذه الخطوات أنا قمت بتعريف كلاس اسمه كار، وهذا الكلاس أو هذه الفئة أو هذا النوع يحتوي على أربع خصائص، يحتوي على أربع بروبرتيز اللي هي نوع أو فئة السيارة أو الشركة المصنعة والموديل الخاص بها وسنة إنتاجها واللون الخاص بها. الآن إذا أردت أن أقوم باستخدام هذا النوع، لاحظوا أن هذا النوع يعني هذا هو يشبه قطاعة الكعك، يعني هذا النوع لا يمكنني أن أستخدمه مباشرة في تطبيقي. أنا إذا أردت أن مثلا أن آكل كعكة لا أذهب إلى قطاعة الكعك وآكلها، سوف يحدث عندي ضررا في أسناني، ولكن أنا أحتاج المجسم أو الشيء الذي ينتج من استخدام هذه الأداة. إذن عندي هنا نعود إلى الدالة الرئيسية الموجودة عندي هنا void main. سنقوم الآن بعملية استنساخ أو بناء مجسم جديد من النوع car كالتالي. لاحظوا أني سأقوم هنا بكتابة car capital letter وأضع هنا متغير جديد، بهذا السطر أنا قمت بتعريف متغير اسمه ماي كار وهو من النوع كار. تحدثنا سابقا عن كيفية تعريف المتغيرات. لاحظوا أنه سابقا كنا مثلا هنا نكتب string أو integer أو float أو أي نوع آخر. الآن نحن أصبحنا قادرين على إنتاج أنواع فئات خاصة بنا تحتوي على ميزات أو تحتوي على خصائص خاصة نحن نقوم بكتابتها. إذن لاحظوا أنني بعدما قمت بتعريف المتغير لكي أقوم بإنشائه هي عملية الانيشاليزيشن، لاحظوا أنني استخدمت كلمة new هنا، لأننا هنا حاليا نقوم بعملية استنساخ هذا المجسم أو هذا الفاريبل من شيء كبير ألا وهو الكلاس. إذن أنا قمت بعملية تعريفي هنا عملية الديكليريشن وهنا الانيشاليزيشن، مباشرة قمت بعملية ماذا؟ بعملية الانيشاليزيشن. لكي أقوم باستخدام هذا المتغير الجديد لاحظوا أنه أصبح بإمكاني الدخول إلى كل الخصائص التي كتبتها هنا من هي الممبر اكسسور أو من خاصية الانتليسنس. فإذا قمت حاليا هنا بكتابة ماي كار ومباشرة وضعت الممبر اكسسور، لاحظوا أنه يحتوي على
بروبرتي أنا قمت بكتابتها، ألا وهي اللون، الشركة المصنعة، والموديل، والسنة. هذه الأمور أو هذه البروبرتي الموجودة هنا، ولاحظوا أن عليها آيكون هي وكأنه مفتاح تصليح أو شيء معين، يعني أنه هذه الميثود أو هذه البروبرتي أنا قمت بكتابتها. إذن سأقوم حاليا بعملية إدراج قيم إليها. يعني أنا هنا صحيح قمت بتعريف متغير، ولكن أنا أريد أن أعطيه قيمة للبروبرتي الموجود فيها. لذلك الآن مثلا هنا سأقوم بوضع الشركة المصنعة مثلا BMW، وهنا MyCar دوت الموديل مثلا سنسميها هنا الفئة الخامسة طبعا عشان تكون يعني جديدة يعني. وماي كار هنا راح نضع السنة تساوي طبعا انتجر. هنا لاحظوا أنني تعرفت هنا انتجر وليس string. لاحظوا هو عبارة عن نوع، أو هذا البروبرتي هي عبارة عن نوع انتجر. إذن سأقوم هنا بوضع مثلا 2017، وأخيرا الكالر ممكن أضعه مثلا بلاك أسود. إذن لاحظوا في هذه الجمل الأربعة الموجودة عندي هنا أنا قمت بإعطاء قيم للبروبرتي الموجودة في داخل الكلاس. إذن نعود سريعا، الكلاس هو الفئة التي قمت بكتابتها تحتوي على أنواع أو خصائص مشتركة في شيء معين. يعني مثلا أنت قص عليها ما تريد، مثلا بيت، البيوت، هناك بيوت فيها شيء أشياء مشتركة، مثلا متى أي سنة يعني تم بناء هذا البيت، وكم عدد الطوابق الموجود في هذا البيت، ومثلا كم عدد الغرف، وهكذا. هناك معلومات معينة يمكن أن تضعها وتكون شيء مشترك في كل الأنواع السابقة. هنا أنا قمت بعملية استنساخ لي أو تعريف متغير من النوع الذي قمت بتعريفه هنا، وفي هذه الجمل الأربعة قمت بعملية إضافة المحتوى للخصائص الرئيسية. لاحظ أيضا هنا في قضية أود التنبيه لها، أنا لا أستطيع أن أقول له هنا car.make، لا أستطيع أن أختار مثلا هنا. لاحظوا مباشرة عندما ضغطت عليها لا أستطيع أن أدخل أو أتعامل مع هذه البروبرتي الموجودة عندي هنا. أستطيع أن أتعامل معها حصرا إذا كانت داخل أو تابعة لمجسم قمت باستنساخه من الأصل. طبعا في أمور معينة سنتعرف عليها لاحقا بإمكاني أن أتعامل معها مباشرة، ولكن الآن الوضع الحالي الموجود أنا عليه أنه لا يمكنني أبدا أن أخذ قيمة أو أطبع قيمة لمتغير هنا في هذه المنطقة باستخدام اسم الكلاس الكامل. أنا أقوم باستدعاء اسم الأوبجكت الذي تم استنساخه من الكلاس الرئيسي. إذن في هذه الأسطر الأربعة تكلمنا أننا قمنا بعملية وضع قيم. الآن كيف يمكنني أن أقوم بأخذ أو بقراءة القيم هذه؟ شيء بديهي وشيء بسيط هو مباشرة. يمكنني، تكلمنا سابقا أنه مثلا وأخيرا mycar.color. طبعا لغاية القراءة يمكننا وضعهم في هنا في أسطر، يعني كي تكون أسهل القراءة. وطبعا لا ننسى أن نقوم بكتابة read line لنتمكن من رؤية النتيجة. إذن الآن إذا قمت بتنفيذ التطبيق لاحظوا أنه مباشرة قام بطباعة المعلومات التي قمت بإسنادها. لاحظوا هنا هذا الأوبجكت الذي تم استنساخه من الكلاس، وهذه البروبرتي الخاصة به.
طيب إذن هذا بشكل سريع مفهوم الكلاس. طبعا الكلاس يحتوي على مفاهيم أكثر، سنتعرف على جزئية واحدة منها بعد قليل، ونترك جزئيات أخرى سنناقشها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إذن في بهذا الشكل قمت بتعريف كلاس، وقمت بوضع بروبرتي، وقمت بإسنادها في البرنامج الموجود عندي سابقا. طيب الآن بإمكانك، طالما أنه أنت أنشأت نوع جديد، تكلمنا سابقا أنه إذا كان في إذا كان عندك ميثود معينة، وبإمكانك أن ترسل لها باراميتر، بإمكانك أن ترسل لها متغير لكي تستخدمه في داخل الدالة. فمثلا نحن في الدروس السابقة مثلا أرسلنا قيمة انتجر، وبناء عليها حددنا ما الذي يريده المستخدم للذهاب إلى القائمة الفلانية. فمثلا هنا نقوم باستخدام ميثود أو دالة سريعة لتحديد، أنا الآن أريد أن أقوم بكتابة دالة لتحدد سعر هذه السيارة. فأنا أحتاج أولا أحتاج إرسال نوع سيارة لأقوم داخليا بالدخول إلى خصائصه والتعامل معه، وبناء عليه أقوم بعملية كتابة النتيجة. إذن هنا سأقوم سريعا بكتابة دالة. لاحظوا الآن سنتعامل مع نوع جديد من أنواع البيانات، ألا وهو الديسيمال. الديسيمال هو عبارة عن نوع قريب من الفلوت، ولكنه يحتوي على قيم خانات أكثر، وهو أدق، وغالبا يستخدم في يعني يستخدم هذا النوع بالذات في المعاملات التي تحتاج مثلا نقدية أو شيء معين، يعني يحتاجها أو يتعامل معها بشكل أساسي، لأنه يعني يحتوي على عدد خانات كثير مقارنة بالفلوت. الفلوت حجمه تقريبا يعني حجمه في الذاكرة هو 32 بت، أما الديسيمال حجمه فهو تقريبا 128 بت. لاحظوا هذه الدالة من النوع ديسيمال، أي أنها ترجع قيمة ديسيمال، ولكن لاحظوا أنني هنا أريد أن أقوم بعملية إعطاء أو إدخال متغير من النوع كار. فأنا هنا لا أقول له ماي كار، لا، أقول له سوف أعطيك متغير من النوع كار، ومثلا نسميه هنا أي شيء، مثلا كار صغير. لاحظوا أنني هنا قمت بوضعها بسمول وليست كابيتال، لأننا تعرفنا سابقا أن لغة السيشارب هي لغة حساسة، كيس سنسيتيف، فهذه الكلمة تختلف عن هذه الكلمة. إذا أنا هنا عرفت متغير جديد، هذا المتغير سأقوم باستخدامه في داخل هذه الدالة. طيب إذا الآن حاليا هنا سوف أذهب وأقول له كالتالي، نفترض أني مبدئيا سأقوم بوضع مثلا ديسيمال، أقول مثلا كار فاليو متغير جديد، وهو وقيمة هذا الكار أو هذه السيارة، نفترض شيء يعني ستاندرد، يعني شيء هو أقل قليل، يعني مثلا نفترض $1,000 مثلا. ولكن لاحظوا أنه هنا كما تعرفنا سابقا، عندما يكون في عندك فاصلة في الفلوت لكي تميزه هذا أنه ليس فلوت، أنه ديسيمال، يجب أن تقوم بإضافة حرف الام لكي تخبر الكومبايلر أن هذه القيمة هي ديسيمال وليس فلوت. إذن حاليا هنا عرفت متغير، وقمت مباشرة سأقوم بإرجاع، لأننا تكلمنا هنا أن هذه الدالة أو هذه الميثود هي من نوع ديسيمال. ديسيمال أي أنه يجب أن يعود بقيمة معينة. فهنا مثلا أقول له return car value، القيمة الموجودة عنده هنا. طبعا لكي يعني تفهموا هذه أو فكرة هذه الدالة، هنا مثلا سأكتب أنه maybe later I will decide how much it cost أو it value مثلا، لأنني في بداية يعني ليس عندي معلومات عن سعر هذه السيارة. إذن هذه الميثود، لاحظوا أن هذه الميثود تقوم بأخذ نوع كار، وبناء عليه تقوم بعملية إرجاع قيمة معينة. لاحظوا هنا إذا قمت بعملية طباعة،
الدالة اللي هي market value، وقمت بإسناد المايكار الذي قمت بتعريفه قبل قليل، وقمت مباشرة بتنفيذ البرنامج. لاحظوا أنه قام بإرجاع القيمة الافتراضية، هذه القيمة الافتراضية الموجودة عندي هنا، يعني أنا هنا لم أحدد أبدا، أنا فقط أرسلت قيمة أو أرسلت المتغير، ولكن لاحظوا أنني هنا لم أقوم باستخدام أي بروبرتي خاصة به. فأنا بناء أو بما أنني قادر على إرسال نوع الكار إلى هذه الميثود، فإذا بإمكاني أن أقوم حاليا بحذف هذه الجملة وأقول له لا، أنا أريد أن أضيف قيمة معينة. فمثلا إذا كانت إف الكار هذه التي أرسلتها لي دوتير، إذا كانت السنة أقل من نفترض مثلا 1980، إذا كانت أقل من 1980 فسعرها هذه القيمة سيقوم مثلا نفترض مثلا 200 وخلينا نضع كسور فيها لكي تصبح أو لكي نتعرف أو نتمكن من التعرف على هذا النوع الجديد إلا وهو الديسيمال. إلس طبعا بإمكاني أن أضيف إلس إف أكثر من ذلك، ولكن لغرض التعلم يمكنني أن أضيف مثلا أو أقول له هنا أن الكار فاليو تساوي نفترض هي عبارة عن مثلا 2050. إذا لاحظوا أنه هنا قام بأخذ هذا المتغير أو هذا الأوبجكت الذي قمت بتعريفه وتعامل مع الير التي قمت بإسنادها أيضا، فأنا هنا قمت بإسنادها، فمباشرة قام بتحديد ما هي القيمة الراجعة من هذه البروبرتي التي تم تعريفها في الكلاس، وبناء عليه قام بتحديدها. إذا الشيء الذي أريد أن أوضحه في هذا المثال أو في هذه الدالة أنه ليس فقط بإمكانك أن تقوم بكتابة Property في الكلاس، ولكن أيضا يمكنك أن تقوم بكتابة Method كاملة تقوم بإرجاع قيم. فأنا هنا بإمكاني أن أقول له كالتالي، نفس الشيء خلينا نأخذ مثلا نأخذ هذه نقوم بالتعديل عليها قليلا كارفيلو مثلا هكذا. طبعا لاحظوا هنا أنه فقط الير سنتعامل معها وهكذا. إذا أنا داخليا في داخل هذا الكلاس قلت له كالتالي، بغض النظر عن القيم أنا لا أعرف ما هي القيم، أنا فقط أقوم هنا بأخذ البروبرتي، أنا في هذا الكلاس أنا لا أعرف ما هي قيمة الأوبجيكت لأنني أنا الأساس ولا أعرف ما الأوبجكت الثانية التي أتت من بعدي وأخذت قيما متغيرة. لذلك أنا أقول له هنا في الكلاس الخاص في أو في الفئة الخاصة في، إذا كانت السنة الموجودة في هذا الأوبجكت الذي قمت بإنشائه أو باستنساخه أقل من هذه القيمة، قم بإرجاع هذا المتغير ألا وهو هنا في هذا المتغير. ولاحظوا أنني قمت بعمل أو بوضعها public، سنتحدث عنها أيضا إن شاء الله في الدروس القادمة الفرق بين public والprivate. إذن سأعود هنا سأقوم بعمل comment لهذا السطر وسأقول له كالتالي، سأقول له هنا أنا أريدك أن تطبع كالتالي، أريد أن تطبع mycar.marketValue، وهذه دالة ترجع القيمة ديسيمال. لاحظوا أن هنا مكتوب هنا ديسيمال. لاحظ هنا فيها في السطر السابق قمت باستدعاء ميثود داخل void main أو عفوا داخل الكلاس الرئيسي ألا وهو البرنامج البروجرام، ولكن هنا في الأسفل في السطر الثاني قمت بتعريف ميثود خاصة داخليا جوا أو في داخل الكلاس. إذا قمت حاليا هنا بعملية تطبيق ليه أو تنفيذ التطبيق الخاص به، لاحظوا أنه أيضا أعطاني نفس القيمة التي توقعتها أو التي أتوقعها. إذن الكلاس بشكل موجز هو عبارة عن حاوية أو هو عبارة عن بيئة فئة معينة فئة جديدة نحن نقوم بتعريفها، ومن ثم بعد إنتاج هذه أو تعريف هذه الفئة
يقوم نحن نقوم بعملية استنساخ مجسمات أو أوبجكت منها بوضعهم في الذاكرة. إذن الذي فقط الذي يعني أريد أن أوضحه هو أيضا أن الكلاس له مكان معين في الذاكرة، ولكن هنا عندما أنا أقوم بتعريف متغير جديد ومتغيرات جديدة وأوبجكت جديد من هذا الكلاس يقوم بوضعهم في أماكن مختلفة في الذاكرة، وهي كأنها وكأنها هذا الكار هو مثلا انتجر أو string. إذن أنا أقوم بعملية بناء مجسمات objects من هذا الكلاس لأقوم بالنهاية بإعطائهم قيم والتعامل معهم. طبعا هذا بشكل موجز وسريع ما هو مفهوم الكلاس. الكلاس له يعني تطبيقات أو له مفاهيم متقدمة جدا سنتعرف عليها رويدا رويدا، ولكن لا أريد أن أقوم مباشرة بوضعها في درس واحد لكي أخلط الحابل بالنابل ويعني يصير عندك إحساس أنه أن هذا الكلاس هو شيء معقد أو شيء كبير وهو شيء مرعب، ولكن الكلاس هو فعلا فن جميل في داخل البرمجة، وهو أعطى بعد جديد جدا للتطبيقات التي يمكن أن تقوم بعمل أشياء كبيرة جدا بخصائص هذه. في هناك إمكانية أن تقوم بحماية البيانات الموجودة في الداخل، هناك أيضا إمكانك أن تقوم بعملية استنساخ من نفس الكلاس وتقوم بعمل تعريف لكلاس آخر في ضمنيا في داخله. هذه الأمور كلها إن شاء الله سنتعرف عليها في الدروس القادمة. إذن حاليا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس. شكر خاص للمطورين الرائعين الذين دعموا منصة تطورني من خلال تطبيقها لهذا الشهر التالي، أسماؤهم عبد الله الزهراني، إبراهيم المصري، سامح أحمد، زياد طارق، مجد مصالحة، سالم الخالدي. إذا أردت إظهار اسمك في القائمة يمكنك دعم المنصة من متجر تطبيق طورني.